بكم مشاهدينا وفقره جديده من فقرات دكتورز خلينا كده متفقين ان في ستيروتايبس معينه او مفاهيم مغلوطه معينه حوالين اي طبيب اسنان اي دانتست دايما بنقول ان هم مرتبطين بعنصر الالم او عنصر الرعب ويمكن المفاهيم دي ما حدش بيصلحها لدرجه ان الاطفال الصغيرين بيبقى خلاص عندهم المفهوم ده راسخ جدا عندهم ومش عايزين يروحوا للدنتست حتى للتشيك اب طيب لو في ناس واخداها ان هي حاجه او ترفيهيه او انا بعمل مثلا تشيك اب ييرلي او سنوي انا مش هدخل في التخصص ده انا مش لازم يعني لازم يكون في مشكله طب لو لا قدر الله حادثه او انت عندك مرض مزمن خليك تفقد جزء من اسنانك او حتى كل اسنانك ساعتها بقى هنتصرف ازاي هنا بتيجي جزئيه او تقنيه الزراعه في ناس كتير للاسف كل اللي عارفاه عن موضوع الزراعه او تقنيه الزراعه المفاهيم القديمه ما تعرفش ان في تطورات وامندمنتس كتيره جدا جدا حصلت على تقنيه الزراعه عشان كده النهارده جايين في سنتر دكتور احمد ماهر انسايد اوت فرع المرغني وجايين كمان نتكلم على كل ما له علاقه بالزراعه من اول انا امتى بحتاج التقنيه دي لنعرف بقى ايه الجديد في هذا المجال بس اسمحوا الاول ارحب بالدكتور اللي احنا ضيوفه في سنتر انسايد او دكتور احمد ماهر اخصائي طب الفم وتجميل الاسنان اهلا بيك دكتور احمد اهلا وسهلا بيك شرفتونا وكان شرف لي ان احنا تعرفنا عليكم يعني انا بقى. سعيده جدا جدا بالاستضافه دي يا دكتور ويمكن ناس كثيره بتبقى خايفه منكم يعني صراحه انا انا النهارده انا خايفه منكم دي اول كلمه بنسمعها من اول عيانه ليه بقى يعني ده او المفهوم ده ليه؟ ده ل... من تربيتنا واحنا صغيرين هوديك للدكتور يديك حقنه في بقك اصل لو ما الحاجة. عملتش ايه هتاخد الحقنه ده الطبيعي بس دلوقتي الدنيا اتطورت والموضوع بقى اسهل بكتير قوي عن قبل كده تمام طب انا لو بتكلم على زراعه الاسنان كتقنيه عاديه جدا الناس سمعت عنها زمان ايه الجديد اللي حصل فيها؟ هو في دلوقتي ما في مغلوطه شويه الفتره اللي فاتت ابتدى ينتشر قوي حته ان احنا بنزرع في 10 دقائق وابتدى العيان يبقى فاهم ان مم. انت هتروح لدكتور السنين هنعمل لك الامبلانت او زراعة في 10 دقائق ويقدر يروح بالليل ياكل عليها عادي اجراء العلاج بتاع ان احنا نحط الزرع هي فعلا بتاخد حوالي من 10 ل 12 دقيقه اللي هي اول ستيب اول خطوه سبب. احنا الزرعه بنقسمها على ثلاث مراحل اول مرحله ان احنا بنحط الزرعه دي بتاخد فعلا حوالي من 10 ل 12 دقيقه وممكن مم. بعد كده نقوم حاطين طربوش مؤقت مم. بس بيبقى مستواه اقل شويه من السنين اللي جنبيه عشان نقلل من القوه او الفورس اللي نازله على السن يعني مفيش لودنج في المرحله دي مفيش لودنج في المرحله دي جاست بنحط حاجه تمبري عليها اوكي دي اول مرحله بس م. اهم مرحله بقى اللي هو عشان الزرعه تنجح لازم نصبر ان العظم يحصل التئام للعظم لان انت فكره نجاح الزرعه في ايه ان انت بتحط الامبلانت احنا كده حطينا الزرعه تمام. بس هي مش جاهزه ان هي تعمل لها لودنج للتركيبه النهائيه عشان العين يبدا يستخدمها فبنبدا بقى نصبر من اربع لست شهور دي المعلومه دي المغلوطه عند الناس اللي هي بتبقى فاكره ان هو مش محتاج يعمل الاربع لست شهور وان الزرعه خلاص اتلخصت في ال 10 دقائق. عشان هم شايفين برضو جزء الماركتنج او التسويق ليها 10 دقائق فهم فاكرين كل هي حاجه هي السلوجان بتاع الزرعه دلوقتي ان احنا بنحط الزرع يا جماعه في 10 دقائق هي الزرعه بتتحط في 10 دقائق بس العيان ما بيبقاش جاهز ان هو يستخدمها بعد ال 10 دقائق دول أوكي. لا لازم نصبر من اربع لست شهور وبعدها نقدر نعمل بقى اللودنج للتركيبه النهائيه ونبدا نستخدمها. طب والفليبر او الحاجه اللي بتتحط دي مثلا في فتره اربع لست شهور انا اقدر اكل واشرب واتعامل عادي عليها ولا precautions لا؟ بيبقى في او بيبقى في بريكوشنز مينلي ان احنا مم. العين يقدر يستخدمها بس ما ينفعش ياكل عليها حاجه ناشفه ما ينفعش يعني بالمعنى الدارج كده بالظبط هي معموله عشان ما يبقاش فيه جاب موجود جاست okay. حاجه تمبري زي ما قلت بيبقى مستوى اقل شويه عشان نقلل الفورس اللي نازله عليها مم. لكن لا طبعا ما عليها 100% لان لازم ادي فرصه للعظم ان هو يتكون لو في فورس بتنزل العظم هيتاكل او هيحصل بون ريزوربشن في الحته دي اوكي يبقى كده العمليه ماشيه في سكه ان هي تبقى فيلير طب احنا هنتكلم برضو على عواقب الاستعجال في الجزئيه دي بس انا عايز اتكلم في الاول هم مين البيشنتس اللي محتاجوا زراعه البيشنتس اللي محتاج زراعه لو عيان عنده درس اتخلع على اي سبب من الاسباب فعندنا طريقتين لتعويض الدرس ده يا اما نعمل امبلانت يا اما نعمل كوبري او بريدج البريدج طبعا انت عارف ان احنا بنضطر ان احنا نحضر درس قبل او درس بعد عشان نقدر نعمل البريدج ده فالأدفانس دلوقتي ان احنا بنحافظ اقل شغل دايما بالنسبه لدكتور السنين اقل حاجه هي احسن حاجه مم. مش مطلوب مني كدكتور لما يخش لي مريض اعمل كل حاجه في بقه بالهارد واي مثلا زي ما بنقول لا مم. انا عندي درس مخلوع فالدرس ده انا اقدر ان انا اعوضه بامبلانت واحافظ على السن اللي قبليها ودرس اللي قبليه والسنة اللي بعدها ودرس اللي بعديه انت سليم تمام بس طب انا مثلا لو مريض سكر انا عندي مرض مزمن معين انا عندي حاجه بقالي سنين ماشيه في باكج ادويه ده ممكن يبقى سبب كافي ان انا ما اعملش تقنيه الزراعه او حتى لو مثلا لا قدر الله عملت حادثه ما ينفعش معايا موضوع الزراعه ولا بصي احنا دايما عندنا عشان دور الدكتور ايه مش م. دور الدكتور ان انا يخش لي عايز يزرع فاقول له اوكي يلا بينا نزرع م. لا عشان اي اجراء علاجي ينجح في حاجه اسمها كيس سلكشن انا اللي بختار الحاجه اختيار المريض المناسب المناسبه المريض يجي يقول لي الشكوى بتاعته ايه وهو حابب يعمل ايه مم. وانا بناء على الكرايتيريا اللي عندنا احنا بنحدد اذا كان ما ينفع ان احنا نعمل لك زراعه او لا فاحنا عندنا مريض السكر مم. لو السكر بتاعه كنترولد ممكن نعمل لو هو متحكم, متحكم في السكر, في السكر. متزبط. لكن العيان لو السكر بتاعه اوريدي مش متظبط طول الوقت انت عارف شكوى المريض السكر مين ليه؟ ان هو بيبقى عنده مشكله في انحسار اللثه ان العظم بيتاكل بسرعه ان دروسه الطبيعيه بيتلخلخ اوكي فازاي هحط له زرعه وابقى معتمد ان العظم يمسك لو هو السكر بتاعه مش متظبط لو عيان مثلا بياخد راديو سيربي اشعه لاي سبب زي كانسر مثلا ده ما ينفعش ان احنا نعمل له زراعه أو ده كل ده في البيشن سلكشن في الاول ده طبعا ما انا باخد بقى كيس هيستوري من العيان بشوف الهيستوري بتاعه ايه طمع. لو عيان الاورال هايجين بتاعه او مستوى مستوى النظافه العامه للفم مش مظبوط عيان عنده جيل ما بيهتمش بسنانه نص دروسه كلها مسوسه ومكسره هعمل له امبلانت ازاي وابقى واثق ان الامبلان ده هينجح ما هو خلي بالك العلاج انا 50% ومريض 50% اه يعني مش كله على الدكتور ده طبعا مم. دكتور شاطر من غير ماتيريال كويسه مش عارف يعمل حاجه أوكي. دكتور مش شاطر بماتيريال واجهزه كويسه مش عارف يعمل حاجه مم. دكتور شاطر بماتيريال كويسه بعيان فاهم هو بيعمل ايه ويساعد الدكتور على نجاح الخطه العلاجيه اللي محطوطه احنا كلنا هننجح هي. طب ليه دول الاجهزه دايما يا دكتور بتركز عليه يعني ليه مهم ليه هو تاني ما هو دكتور مم. شاطر من غير اجهزه كويسه ازاي هيقدر لو انا دكتور شاطر وبستخدم ماتيريال مش كويسه تمام وحطيت ماتيريال مش كويسه في بقك طب انا دكتور شاطر هعمل مش هناخد الاوتكوم ولا النتيجه اللي احنا عايزينها مش هنقدر فاهم قصدي فانت لا في كريتيريا كتير قوي عشان نقدر نقول كيس سلكشن الحاله دي تنفع زراعه كثافه العظم دي حاجه مهمه جدا البون دنسيتي البون حاجه مهمه جدا مثلا في الفك السفلي عندنا العصب الرئيسي هم. في عيانين بتبقى خلع بالها كتير قوي فبتبدا العظم يتاكل فبيبقى المستوى ما بين المكان اللي ينفع نحط فيه زراعه والعصب الرئيسي قريب جدا ما ينفعوش زرع دول ما ينفعلهمش او نبقى محتاجين اعاده تاهيل للفك عشان يقدر يستقبل الزرع اه يعني, محن. دي ستب قبل الزراعه بالظبط يعني احنا سم... ممكن اقول انا بحضر المريض ازاي يا دكتور احمد ما احنا اول حاجه العين بيجي بناخد مم. منه الهستري بتاعته عشان اتاكد ان هو ما عندوش اي سيستميك ديزيز السكر بتاعه متظبط او ما عندوش سكر هل عنده اي مرض لاي سبب من الاسباب عنده ادويه سيوله تعرض جلطات قبل كده فبياخد ادويه سيوله يكون كل دي كيس قبل مم. كده ابص على الاورال اشوف okay. المستوى العام للعظم عامل ازاي ناخد الاشعه بتاعتنا ثلاثيه الابعاد عشان نشوف اماكن العصب الرئيسي فين في الفك العلوي الجيوب الانفيه مكانها فين hmm. لان بنشوف حالات كتير قوي راحت عملت زراعه وبنيجي ناخد الاشعه بتاعتنا نلاقي الزراعه محطوطه في الجيب الانفي ودي بتبقى كارثه اوكي okay. انت المفروض بن... hmm. لو الجيب الانفي قريب من مكان الزراعه لازم نعمل اعاده تاهيل للجيب الانفي عشان نقدر نحط الزراعه بتاعتنا او نختار المقاس المظبوط اللي ينفع يتحط هنا تمام يعني برضو غلطات في ممكن غلطات في الكشف في الكشف بالظبط يعني مش في التكنيكالتي بالظبط ما, ما انا ما شخصتش نتي... الحاله صح فبالتالي آه. الاجراء العلاجي اللي اتعمل كان صح او ايسكيبد او انا اهملت هم. ان انا اخد كيسه مظبوطه من العياده بالظبط طب انا لو عايز اشرح كده للمريض لو هو بيقول لي طب انا عايز اعرف عمليه الزراعه دي هتتم ازاي ستيب باي ستيب اشرح لنا كده يا دكتور ستيب باي ستيب العين الاول بناخد الكيس هيستوري بتاعته وبنشوف الدنيا ماشيه ازاي بناخد الاشعه بتاعتنا عشان نطمن ان كل حاجه مظبوطه تمام وبعد كده بنقسم عمليه الزراعه لثلاث مراحل اول مرحله ان احنا نحط الامبلانت بتاعنا وبعد كده بنسيب الامبلانت في مكانه أوكي. وبنركب له التمبري كراون اللي عليه وبعد كده بنصبره من اربع لخمس شهور ودي بتبقى فتره كافيه ان يحصل التئام عظمي مظبوط حوالين ال... الامبلانت بتاعنا تمام وبعد كده بيشرفنا العين نطمن ان كل حاجه مظبوطه وان ماسك في مكانه ونحصل بون دي بوزيشن او تكون عظمي مظبوط كافي حوالين الامبلانت وبعد كده نبدا ناخد المقاسات او بالكاد كام نبدا نجهز ان احنا نركب التركيبه الفاينل بتاعتنا. دي الفاينل اللي احنا قلنا من اربع لست شهور. بالضبط طب في خلال الفتره دي بقى ايه الارشادات اللي انا هقولها للبيشنت لازم يمشي عليها؟ لازم يبقى بيغسل سنانه كويس قوي آه ما ياكلش اي حاجه ناشفه مكان الزراعه تمام يواظب كويس قوي على استخدام الماوس ووش اللي بنستخدمه مره مثلا في اليوم مش كتير بس م. لازم يبقى مره في اليوم وان هو يحافظ دايما ان المكان ده يبقى انتك مفيش اكل متحشر حواليه وان هو يتابع مع الدكتور اي حاجه حصلت لازم يقول على كل حاجه بالظبط لان هي ده اجراء علاجي بياخد شهور فاحنا لازم نبقى متابعين مع بعض وندايركت كونتاكت بكونسلتيشن مظبوط علشان لو في اي حاجه نقدر نلحقها في الاول طب ما بعد بقى مرحله اللودنج ده اخر سؤال يا دكتور بيتعامل عادي بيتعامل برده ليه في بريكوشنز معينه لازم برده يمشي عليها يخلي باله البريكوشنز الوحيده المطلوبه اللي هي بريكوشنز عاديه اكنها درس طبيعي خالص ان يعني احنا نغسل سناننا كويس ونحافظ على زياره التنظيف اللي بتتعمل كل ست شهور ونتابع مع الدكتور المتابعات الطبيعيه بتاعتنا الحديث بقيه ان شاء الله يا دكتور وانا بشكرك بالنيابه عن سي بي سي اكسترا نيوز ويعني كلها معلومات يا رب يا رب ان شاء الله كل المرضى يسمعوا وهو ويطمنوا اكتر للفكره اللي احنا دايما بنتكلم عليها وهي وعي المريض ونحاول نوسع افاق الوعي الطبي في مصر انا بشكرك جدا ربنا وشرفتيني شكرا يا دكتور بسي. احمد بشكر دكتور احمد ماهر اخصائي طب الفم وتجميل الاسنان مشاهدينا كده تكون خلصت فقرتنا اشوفكم على خير ان شاء الله في رعايه الله